يا سيد انت اهو هنا اهو ايه هم جالهم تليفوننا على تليفون حماده من نفس الاشخاص بيقولوا ان محمد حسين عندكم وان انتوا خاطفينه ما حصلش واختفوا ليه ما اعرفش ها يا لهو يا لهو ايه ده ايه عملتوه ابن خالته الموكلي ده ده تعدى على بنود العهد اللي بيننا ولازم تتصل بينا وشغل عصابات وشغل هلعهوش انا هجيب حقه بالقانون بالقانون اهدى بس يا متر ما بهدأش انا بترافع بس في سوء تفاهم ولازم تفهم احنا هنخطفه ليه ده حسام ايه ده حسام لازم ولا الحساب الاخضر يلا بينا يلا بينا وبينكم من معاكم القانون وخلي بالك من النور يا الغنوج يلا يا لهوي انا واصحابه اصحابه يا حزين تأمرني بأي حاجة يا فندم؟ تأمريني بأي حاجة يا أستاذة؟ أنا طبعاً مش هبلغ الأوتيل باللي بيحصل عشان سمعة الأوتيل حاضر اهدي اهدي شوية اهدي